أتعرف يا قمر؟ يختلف الناس كثيراً في أشكالهم، حتى الإخوة في المنزل مختلفون. لا شك أيها القمر أنك ترى كواكب كثيرة تشبه بعضها بعضاً من مكانك العالي، ولكنها في الوقت نفسه مختلفة جداً، لكل واحد منها صفاته الخاصة. دعني أحكي لك قصة علياء ذات الشعر الأحمر، أنا متأكد أن القصة ستعجبك. اسمع جيداً يا قمر، فحكايتي حلم وسفر، ورحلة قصيرة مفيدة مليئة بالألوان والصور. كانت علياء فتاة جميلة دائمة الابتسام ذات شعر أحمر، وكانت تحب لون شعرها كثيراً، مع أنه لا يشبه شعر أمها أو أختها بشرى. أما أختها فكانت حين تتشاجر معها تقول لها: لن ألعب معك لأن لون شعرك أحمر. تبتسم علياء ثم تذهب إلى أمها وتسألها عن لون شعرها المختلف عنها وعن أختها بشرى، فتجيبها والدتها بأن الله خلقنا مختلفين وغير متشابهين، وهذا شيء طبيعي. تفرح علياء بجواب أمها وتبتسم، ولا تغضب من كلام أختها، وتشعر أنها تحب لون شعرها أكثر، وتقف أمام المرآة أوقات طويلة لتسريحه كل مرة بطريقة مختلفة، والابتسامة لا تفارق وجهها الجميل. حين تخرج علياء من المنزل كان الناس ينظرون إلى شعرها ويتعجبون من لونه الأحمر، لكنها لم تكن تفهم نظراتهم، فهي تحب شعرها وتظن أن الجميع يحبه، لذلك تبقى مبتسمة. ولكن لم تسر الأمور على هذه الوتيرة دائما. حين التحقت علياء بالمدرسة كانت مشغولة مثل أي طفلة أخرى بملابسها المدرسية وبحقيبتها الوردية الجميلة وبحذائها اللامع الجديد وبأقلامها الكثيرة التي اشترتها لها والدتها من المكتبة الكبرى في المدينة. بمجرد أن دخلت المدرسة بدأت تسمع أصواتا مختلفة حولها: انظروا انظروا إلى لون شعرها، إنه أحمر، إنه أحمر جدا. هل غمست شعرها في صبغة حمراء؟ كيف يمكن أن يكون الشعر بهذا اللون الغريب؟ كان والدها يمسك بيدها ويقودها نحو صفها، وهو يكلمها ويسألها كي لا تسمع الكلام الذي يقال عن شعرها، لكنها سمعت كل شيء، سمعت كل التعليقات والأسئلة التي استمرت طوال مدة مرورها من باب المدرسة حتى باب الصف. ولم تتوقف هناك، استقبلتها المعلمة حنان بابتسامة تشع حبا وحنانا، وعرفت الأطفال بها مباشرة وقالت إنها أجمل فتاة في الصف. شعرت علياء بسعادة بسيطة وظهرت ابتسامتها مجددا، لكنها لم تلبث أن تبددت بمجرد أن سمعت التعليقات على شعرها مرة أخرى داخل الصف. حين ذاك طلبت المعلمة من الطلاب أن ينظروا إلى أصابع أيديهم، والذي يجد أن أصابع يديه متشابهة أو متساوية يرفعها، فلم يرفع أحد يده. ثم طلبت منهم أن ينظروا إلى ألوانهم، وأن يجلس كل واحد منهم بجوار الذي يظن أنه يشبهه في لون بشرته. وهنا قالت المعلمة: إذن أنتم الآن تعرفون ثلاثة معلومات مهمة. الأولى أن أشكال الناس تختلف كما تختلف أحجام وأشكال أصابع أيديكم. والثانية أننا قد نظن أننا نتشابه في الشكل مع آخرين، لكن الآخرين قد لا يتفقون معنا في هذا الظن. والثالثة أننا قد نتشابه شكلياً مع آخرين من وجهة نظرنا، لكننا رغم هذا لا نحب أن نجلس بجوارهم. لذلك في كل الأحوال علينا أن لا ننظر إلى الآخرين من خلال الشكل فقط، بل علينا دائماً البحث عما في داخلهم،
فهو الأهم بالنسبة إلينا وبالنسبة إليهم أيضاً. هنا رحب الجميع بعلياء، الفتاة الجميلة الطيبة ذات الشعر الأحمر التي أصبحت صديقة للجميع، لأن الكل أحبها وأحب ابتسامتها التي لا تفارقها. وهذه هي الحكاية، من البداية إلى النهاية رويتها لكم، ففكروا في معناها، ولتكن أحلامكم جميلة، فغدا يوم جديد. هل أعجبتك قصة علياء ذات الشعر الأحمر يا قمر؟ لقد نام القمر، سأسأله غدا كي لا أزعجه. تصبحون على خير.